تشوفوا هذا التيشيرت اللي سألتوني عنه أمس، أنا كنت لابسة الأبيض بس هذا نفس الأسود، شوفوا كيف بودي سوت فيطلع مفت وحلو على الجسم. بنات شوفوا هذا وصدق ترى هذه التيشيرت ما تلقونها في أي مكان بالصعوبة، يلا تلقونها. فالحين بفوغ كلوزت مع خصم 20% ترى على كل القطع، بس لا تنسون تستخدمون الكود واطلبوا من هذه أكثر من واحدة، واطلبوا أكثر من لون، في أسود أبيض وأتوقع رمادي، أي لون تشوفونه من شوفوا لبستكم التيشيرت الأسود مرة حلو، كيف إنه فت من كل مكان هنا وهنا وعلى الجسم، وكمان تقدرين ترفعينه يصير مرة ماسك على الرقبة يطلع شكله أحلى. وطلبت هذا البانتس، شوفوا أحب هذه النوعية مرة، دائما أقول لكم لأنها تعطيك طول وفخامة مرة كذا، أي قطعة تلبسينها من فوق تطلعين كشخة، بس أنا يبيلي شوي نقطة أقصرها وأضيقها أكثر، أحب مرة الخصر يكون ماسك يصير الشكل أحلى باللبس، الخصر يكون ماسك. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.